لما ابتديتي يعني تتشدي لكرة القدم، لممارسة الرياضة دي، مين اللي شجعك ومين اللي وقف في طريقك؟ يعني اكيد في رأي قال لك لا العبي، في رأي قال لك لا ما تلعبيش كورة. هو اولا انا كنتش عارفه ان في اساسا كوره نسائيه اساسا في مصر، فكنت بتفرج على اللي هو كندا والكلام ده بيلعبوا، تمام. بعد كده فجاه بدور لقيت ارسنال اكاديمي في وادي دجله، ما كنتش مصدقه، وبدات انزل العب واتمرن فيها. اللي شجعني قوي اهلي واخواتي، وشجعوني قوي. طبعا في بعض من الناس كانوا بيقولوا لي لا ما تلعبيش لعبه ولادي، لعبه ناشفه، بس انا لا، انا صممت ان انا العبها، وكنت مصدقه قوي في نفسي لغايه لما دخلت ارسنال، واهو بقى لي 5 سنين بلعب كوره. جميل. بتلعبي في اي مركز بقى؟ بلعب رايت وينج على اليمين، وبلعب هجوم. بتلعبي هجوم. في ال5 سنين اللي فاتوا دول انت شاركتي في ماتشات كتير جدا، يعني تمام. ماتشات سواء مع النادي او المنتخب. مع النادي او في المنتخب، وانت عضوة منتخب او لاعبة منتخب قومي، انت عندك يعني 17 سنة يعني. انا دخلت منتخب مصر وانا كان عندي 15 سنة، لعبنا تصفيات كاس عالم بس ما حصلش نصيب، وبعد كده بقى الفريق الاول شارك في تصفيات افريقية، ودخلنا فعلا افريقيا.